المعلومات اللي طلبتها منك ارجو مثلا تكون بكره موجوده. بس مو كل المعلومات اللي طلبتها رح تكون موجوده على النت. مو مشكله، اي نقص انا رح اوفره من مصادري الخاصه. ماشي، وان شاء الله اكون عند حسن زمان. انا بتمنى انه الدراسه تنتهي بموعدها المحدد. عندك اي استفسار او سؤال قبل ما امشي؟ لا لا ابدا. عن اذنك. الله معك. لا انا مظبط الموضوع، انا مظبط. باي 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 باي. مساء الخير. انت ما تحكي ولا كلمه، مش طايقه اشوف وجهك. روح على غرفتك. لا بديش اروح على غرفتي، وبدي اعرف شو الموضوع هلا. قولي لابنك يتأدب ويقوم من الجلسه اللي انا فيها. انتوا ليه مش حابين تشوفوني بهالبيت؟ برهان روح على غرفتك وتحكيش ولا كلمه. لا بدي احكي وبدي اعرف شو الموضوع. لما يجي ابوك بتعرف. ابوك 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 بدكم تطلعوا تهددوني بابوي؟ ما دام البيت بيت ابوك ما بطلع لك ترد على الناس. والحكي هلا مع ابوك يا بيربيك منيح يا بيحقق لك اللي نفسك فيه وبتردنا من البيت. ايوه هلا فهمت الموضوع. انتوا نسيتوا كل اللي بيعمله سالم وبحكيه وقفتوا لي على الكلمه هاي، يعني تحيز عينك عينك. قوم انصرف من وجهي، ما بدي اسمع صوتك. اي بلاش. ابنك هذا انا رح احربه وياخذ تعريفه وحده من ورثتي، وانت شاهده على اللي بقوله. العقد يا بيك عظيم عظيم. الشيك ابو المليونين حطيتوه بحسابي؟ لسه بجيبته. ليش ما حطيته بحسابي؟ حاولت اخذ منه مرضي. هو مجنون، كيف بتصرف هيك تصرف؟ يا بيك حاطه بجيبته مشان يطلعه. اتصل لي فيه فورا خليه يجيني. انت بتحكي من عقلك؟ لا وانت صادق، انا بحكي من خلال تجاربي مع الناس، وانا بدي اضمن حقي. صحيح اللي سماك سمسار ما كذب. تاجر على سمسار ما بيمشوا. انا اللي وقعت العقد وقبضت المبلغ، وممكن سيف وجماعته يجوا في اي لحظه ويطالبوني بالمبلغ، وانا شو بضمن لي انكم ما تبطلوا ها واضيع انا بين الرجلين؟ انت مش معك عقد من ابو عزه وابو عفيف؟ عقد؟ اي عقد؟ هذا العقد ما له قيمة لأنه مش مسجل في الطابق. أنت شو اللي بدك إياه بالضبط؟ اسمع، شو رأيك أودع المبلغ باسمك في البنك، بس على شرط تعطيني شيك بنفس المبلغ عشان أضمن حقي، وهيك منضل أصحاب وأحباب. هذا الحكي مستحيل. هذا اللي كنت متوقعه بالضبط. اسمع، أنا مش مجنون ولا غبي، وعشان أريحك أنا هلا رايح للجماعة ألغي العقد معهم وأرجع لهم الشيك. استنى استنى، إحنا إمتى ممكن نستلم من أبو عزة وأبو عفيف؟ يعني شهر شهرين بكثير. ماشي، تفضل استنى. أنا راح أكتب لك شيك مؤجل لست شهور، بكرة الصبح بتروح أنت وحسيب وبتودعوا مبلغ الشيك. مش الشيك، مبلغ الشيك. وحسيب راح يعطيك الشيك اللي راح اكتب لك اياه. طبعا انت ما بدك تودع الشيك عشان سيف ما يعرف انك اودعت الشيك باسمك. ممنوع الشيك ينصرف الا لما تخبرني بالاول. طبعا 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 لازم اخبرك، بس يا اخي ان شاء الله برجع لك شيكك وعليه 100 بوسه. تمام؟ احنا على كل حال لقائنا بكره على تليفون. سلام. فعلا انك سمسار وتضلك سمسار. هاي الاشغال لازم تكتبي عنها وتفضحي مواقفهم. لا تكتب ولا تغلب حالها. احنا ما بدنا نجيب حدا يا بابا. شو يا بابا؟ بدك ايانا نسكت على اللي بيعملوه فينا؟ مثلنا مثل غيرنا. بعدين يا بنتي احنا مش قدهم. يعني بدك ايانا نكون على راي المثل، حط راسك بين هالروس وقولي قطع الروس.
لا اسمح لي يا بابا، أنا ما بتفق معك بالرأي. أنا لازم أعرفهم على حقيقتهم، ولازم أكشف سر إمبراطورية سيف على ظهر مين انبنت وكيف. جمانة، أنا أبوكي وأدرى بمصلحتك. أنا رح أنبش الماضي تبعهم، وعن طريق ضحايا سيف وأمثاله رح أعرف الحقيقة ورح أفضحهم. يا بنتي، أنت هيك مثل اللي بحط حاله وسط النار. ما إحنا وسط النار يا بابا، والغريق ما بيهمه البلل. لا، أنا ما رح أسمح لك، وإذا عملت اللي براسك رح أزعل عليك بجد، رح أزعل عليك بجد. شو القصة يا بابا؟ أنت خايف منهم؟ بعدين شو في عنا نخاف عليه؟ أنا خايف عليك. خايف علي؟ من شو؟ جمالة، لحد هون وبكفي. أنا سبق إني حذرتك، حكيت لك ابعدي عن سيف وأمثاله، ما تخليني أندم إني. إنك إيش؟ استغفر الله العظيم، من الأفضل إنك ما تسأليني. أنا فايت أنام وريح راسي، ومن اليوم وطالع ما بدي أسمع سيرة اللي اسمه سيف، فهمتي؟ ليش قاعد لحالك يا ستي؟ ما تيجي تقعد معنا. مرتاح لحالي يا ستي. لهالدرجة هانت عليك ستك؟ وناوي تترك البيت وما تسأل فيها؟ ولا خلص ما عاد لي مطرح بقلبك؟ لا يا ستي، ليش بتحكي هيك؟ انت امي وابوي وكل اهلي، بس انا تعبت، عن جد انا تعبان. طب احكي لي يا ستي، فضفض اللي جواتك، يمكن اقدر اساعدك. يا ريت بقدر افضفض لك، على الاقل برتاح شوي. ابوك الله يرحمه كان لما بده يبكي يجي يبكي في حضني، وما كان يشكي وجعه الا لعمته، وبعدين يرتاح. كان أمير، ما كان في مثله بكل الشباب. يا حبيب عمتك يا مصطفى، الله يرحمه يا ستي، تعيشي وتترحم. إذا بدك ترحل يا ستي ارحل، الله معك، بس بترجاك لا تستعجل، استنى سيف لما يرجع وبعدين اعمل اللي بدك اياه. وهي قصتي يا ستي، من طقطق لسلام عليكم. على فكرة انت انسانة عظيمة وبتستاهلي كل خير. لا انا عظيمة ولا دميمة، انا انسانة عادية بحب الخير لكل الناس. بتعرفي لو انا رجال كان ما فلتك من بين ايدي. طيب شو رأيك تتحولي لرجال وتحليه عن ظهري؟ ولا لهالدرجة نفسك تخلصي مني؟ تفضل. يا حبيبتي بمزح معك، معقول انا ما بدي غير هناك وسعادتك. الله يسعدك يا رب. قهوة يا قمر. قولي لي يا نجولة، كيف شفتي الاستاذ عابد؟ نجلة تأخرت. مش كان لازم تروحي معها وتسهري معها؟ ما إلي خلق أطلع من البيت. طيب شو رأيك تعملي لنا فنجان قهوة حلو من إيديك الحلوين؟ يعني بدك تشرب قهوة وتطلع مو طيبة من إيدي؟ طب أنا عندي اقتراح. إيش رأيك تروح تنامي عشان أقدر أكمل شغلي؟ بدك تخلص مني وروحي نامي. ماشي يا سيد بابا، تصبح على خير.
انت من اهلي. الو الو، مرحبا هلا، كيفك؟ مشتاق لك. كيف اخبارك؟ نجلة عندك ولا مشيت؟ ايه. طيب يبقى هي في الطريق الان. طيب كيف الامور ماشية؟ اوكي ممتاز. طيب اسمعي بتصل فيكي بعدين، يبدو انه نجلة وصلت. اوكي الخير. مساء النور. اهلا معلم، شرفت شركتك. اهلا وسهلا. تفضل يا ميت. اهلا وسهلا. تفضل. أهلاً. شو الأخبار؟ نفذنا كل طلباتك معلم، وهي العقود، واثنين مليون بكرة بكونوا بحسابك. هاي العقود بدي أطلع عليها بنفسي، وشعار الإيداع بدي أشوفه بكرة. في شي غيره؟ ضايل موضوع الرخام والجرانيت والأدوات الصحية. بعد أسبوع بتغرق السوق بالبضاعة وبأسعار منافسة، حتى تضل بضاعة سيف بالمخازن. بدي أعلمه كيف يتعامل بالسوق. استاذ عنجد شكرا، انا مبسوطه انه عجبك. بتعرفي يا جمانه، انا وافقت على نشره لانه ما في تشهير باي حدا، وبرجو انك تستمري بسياسه جريدتنا. اكيد استاذ، بوعدك انه المرات الجايه اللي حكتب فيها رح اكون موضوعيه وساد 100%. ولو هذا املي. تفضلي. شكرا لك جمانه. انا ما بدي اياك تكوني زعلتي من الموقف اللي صار بيننا. لا ابدا، بالعكس انا صدق حتى نسيته. انت بتعرفي يعني قديش انا بعزك وبخاف عليك. وأنا بحترمك كتير أستاذ. طيب شو رأيك هيك نطلع برا أنا وياك نتغدى سوا ونحكي؟ نحكي بإيش؟ نحكي عني وعنك، نتعرف على بعض أكثر. يعني أنا حابب نكون أصدقاء، شو رأيك؟ أنا بعتقد إنه ما في حكي بيناتنا غير بالجد.
تفضل اقرا المكتوب بالجريدة. الحيتان يبتلعون البحر. عنوان حلو. اقرا العناوين الفرعية والتفاصيل واعطيني رأيك. أدواتهم السماسرة وتجار الأراضي، وغايتهم القفز على ظهور البسطاء. كلام انشا، شو ما فيهوش شيء. كمل كمل اقرأ. إنهم يحاولون بناء مراكزهم التجارية على أشلاء الضحايا، ويحققون أرباحهم على حساب دم العامة والمعوزين. إيش؟ جمانة السعيد؟ معقولة؟ هاي جريدة جهدي يا سيدي. أنا هلأ فهمت. والله أنا شايفة إنه أنتي هيك نويتي تشعليها حرب. هم اللي أجبروني عليها. طيب أنا ما رح أسألك كيف وليش، بس بدي أنبهك يا جمانة، أوعك توقعي بالغلط، لأنه كل غلطة محسوبة عليك. بعرف، ومادام أنا مقتنعة بعدالة قضيتي، مش مهم شو اللي بده يصير، المهم أوصل للي بدي إياه، أوقفهم عند حدهم. أنا حكيت اللي عندي، وبظن إنك ذكية كفاية حتى تعرفي شو قصدي. لا تخافي، مش راح أكتب ولا حرف إلا لما تكون الأدلة كلها بإيدي. اللي بيهمني هلأ إني أعرف كل تفاصيل هذا المشروع التجاري، والمعلومات المتعلقة فيه لازم تكون بإيدي كمان وبأي ثمن. شوف يا سالم، أنا شامم ريحة مؤامرة، وهاي البنت اللي اسمها جمانة بتنفذ أوامر معينة، وأكيد أكيد زهدي إله ضلع بهالموضوع. لا ما أظن، ما أظن الموضوع إله علاقة فينا لا من قريب ولا من بعيد. أنت ليش بتحاول تصور لي إنه الموضوع مجرد مصادفة؟ لأنه كذا واحد بيحاول يبني ويعمل مشاريع إسكانية وتجارية، ما البلد مليان شركات. وأنا أشك إنه زهدي عرف معلومات من السمسار وبده يناغشنا فيها. السمسار وجماعته مهمتهم يبيعوا ويستفيدوا، مش من مصلحتهم يعملوا شوشرة. سعاد أعطيني السمسار عارف فورا. بدك رأي عمي؟ ما في داعي تسأل. وأنا من رأيي ضروري أوقف هالمهزلة عشان ما يتمادوا أكتر من هيك. ألو سيد عارف؟ شايف مثل ما خبرتك، الجماعة بيشكوا إنه إحنا في إلنا علاقة بالصحفية، وإنه إحنا اللي زودناها بالمعلومات اللي إجت في الجريدة. أنا بحياتي كلها ما سمعت بصحفية اسمها جمانة. طب فكرك في مصدر تاني بيمدها بالمعلومات؟ أنت خايف من إيش؟ اللي بيخوف إنها تقعد تبحبش من ورانا ويبدأ اللعب على المكشوف، خصوصاً إنه إجا في نهاية المقال للموضوع بقية. اطمن اطمن جماعتك، إحنا ما إلنا مصلحة نكشف حالنا. أنا رايح أشوف السيد مسعود في مكتبه وأفهمه. تنساش تمر أبو عزت وتشوف المستأجر اللي لازم يرحل وما لسه ما راح. حاضر، عن إذنك. مع السلامة. ملف مذكراتك الداخلي وصور وتقارير عن العمل الخاص فيك، فيك تحتفظ فيهم بمكتبك أو تخلي حدا من الأرشيف يتابع لك شغلك. شكرا. صحيح مبروك المكتب الجديد. الله يبارك فيك. لبستك كتير حلوة. بعرف. في كمان شغلة كتير مهم تعرفيها. أظن إنه إحنا انتهينا من الموضوع القديم، صح؟ لا لا، مش الموضوع اللي في بالك. نجلة إحنا أولاد عم، يعني باللحظة اللي تحتاجي فيها أي مساعدة أو أي خدمة ما تترددي تطلبيها مني.
شكرا على هالمجامله الحلوه. لا ما عم بجاملك، هذا شعور حقيقي من اخ لاخته. كمان المكتب بتقدري تعتبريه مكتبك باللحظه اللي بتحتاجي فيها. اكيد يا بيك، انا بتوقع هي لعبه من سيف ومجموعته حتى يعرفوا مين ورا عارف السمسار. شو اللي بخليك متاكد من هالامر؟ اهتمام مجموعه سيف والبرهومي، خلينا اتاكد ان لهم علاقه. كيف عرفت انهم مهتمين في هالامر؟ من عارف السمسار، مسعود طلب منه يشوفه واكيد هلا في مكتبه. طب انت روح شوف شغلك وانا بتصرف. تفضل. حاضر يا بيك. الجرايد معك وتعال. يلا مع السلامة. مش يمكن يكون حدا من جماعتكم بسرب أخباركم لبرا؟ وشو مصلحة موظفين شركتنا أن ينقلوا أخبارنا لبرا؟ هذا اللي ما بقدر أجاوبك عليه. اسمع، أنا رجل بدي أستفيد، ما بدي أعطل على حالي وأخرب بيتي بإيدي. كلامك صحيح، ما علي غبار بصراحة. أكثر أنا ما إلي لا بصحف ولا بجرائد. بتعرف شو بيهمني بالحياة؟ أنا اللي بيهمني بالحياة إني أبيع وأشتري وبس. شوف، أنا رح أعتبر إنه أصلاً ما في موضوع ورح أنسى كل المكتوب بالجرائد وكأنه شيء ما كان. إيه تمام تمام، هيك بتريح حالك وبتنتبه لشغلك وبتضلك مرتاح البال. هيا أنا تعبتك معي. إيه؟ أنت شو بتحكي يا رجل؟ أنا في خدمتك وخدمة الناس الطيبين. اسمع، اللي بده يحكي خليه يحكي، أصلاً ما فيش ضريبة على الحكي. صح صح، أنت صح، برافو عليك. الحكي ما لي ضريبة. إيش؟ هذا كلام فارغ يا معلم. الطلق اللي ما بصيب بدوش. طلق ايش يا ربحي؟ وحده صحفيه بتحاول تجرب انها تكتب صارت تخوفكم؟ ولا ناويين تكشفوا حالكم لسيف وتخربوا علي خططي؟ اذا انت شايف هيك هو هيك. ربحي، هذه معركتي انا مع سيف، وانت لا تنسى اني دعمت شركتك وأنقذتها من الإفلاس اللي سبب لك يا سيف، والمفروض أنك تكون معي أنا على قدر ثقتي وأملي فيك. رح أظل عند حسن ظنك. على فكرة، بكرة بتفتح أبواب المخازن وبتنزل البضاعة للسوق بأقل من الكلفة. بس إحنا هيك رايحين نخسر ربع مليون نص مليون، مش مهم. لا تنسى أنه هذا المبلغ ممكن يتعوض من الأرض والعقار اللي راح تبيع. أنا سي جمانة. سالم؟ أستاذ سالم، أهلا وسهلا. أهلا أهلا، كيف حالك؟ تمام تمام. ممكن نحكي كلمتين لحالنا؟ تفضل. طبعا تفضل. لا يا ريت في مكان غير هذا بعد اذنك. طبعا. طيب بس ثواني بعد اذنك. اعتذر عن ايش بالضبط؟
أعتذر إني بدافع عن حالي وعن أهلي وعن ناسي وعن مصيرنا؟ بس من غير استغلال أو انتهاز فرص. لا اسمح لي، أنا ما استغلتها، وإذا كنت خايف على وظيفتك لأنك حكيت لي شوية أمور فبتكون كتير غلطان، لأنه بعتقد إنه حياتي وحياة أهلي أهم بكتير من وظيفتك. وإذا كنت مفكر إنه وظيفتك أهم من حياة الناس اللي رح يتشردوا بسبب أبوك فبتكون كتير غلطان. أولاً المسألة مش بالحجم اللي بتتصوريه، ثانياً سيف مش أبوي. أبوك، عمك، ابن خالك، مش فارقة. طيب اهدي، أنت ليش محتدي وعصبية هيك؟ وشو بتتوقع من إنسانة مجروحة والسكينة على رقبتها؟ أنا معاكي بس ما في داعي لكلمة بس. أنا أساساً مش متوقع منك إنك تتضامن معي أو حتى توقف معي، لأنه مصلحتك ضد مصلحتي، فالمسألة محسومة تماماً. أنا مش عارف ليش أنت هيك دائماً بتخلط الأمور ببعضها وبتغلطي حالك. ليش؟ مش هاي الحقيقة؟ أنا ضد الظلم بجميع أشكاله، وبعمري ما حبيت الأذية لحدا. كلام في الهوى. لعلمك لو القرار بإيدي كان ألغيت المشروع وما قبلت الضرر لأي إنسان مين ما كان يكون. برافو، هذا الكلام حلو كتير، روح احكي لشركتك. من غير ما أقول يا جمالة، ما حدا بيقدر يجبرك إنك تطلعي من بيتك، الموضوع بيرجع لك. اسمع يا مهندس سالم، في نظرية يمكن أنت ما بتعرفها بس أنا بعرفها منيح. زي ما تقول إحنا سمك صغير عايش وسط محيط، هذا المحيط مليان حيتان، والسمك الصغير اللي ما بياخد احتياطه الحوت بيبلع، وأنا لازم أخذ احتياطي، وعندي استعداد إني أوصل صوتي لأعلى المستويات حتى لو ما سمعوني أو ما عبروا كلامي، ما عندي مشكلة، المهم أضل قاعدة وساكتة وقال شو عم بستنى مصيري، بس ما بسمح لحدا في الكون إنه يوقف بطريقي. ببشرك خديجة تركت البيت، هسه لك حرية التصرف. اها، والبيت وين موقعه من البيوت؟ في الوسط تقريبا. ممتاز، عظيم. انت هلا ما عليك الا تطلع تصريح بهدم البيت واترك الباقي علي. وانت مين مانعك؟ البيت بيتي وانا حر فيه، اهدم زي ما بدك. انت رد على اخوك وخليها رسمية. ولا يهمك، انا بدبرها بمعرفتي. خلص، مدام هيك دبرها انت وتصرف. خذ هذول، وصاني المعلم عليك وبده همتك معانا. فعلا الهمة بدها عندك. قديش هذول؟ إلك قدهم وعليهم بوسة بس نسجل. حبيبي أنا زلمة ما بحبش بس، خلي البوس إلك، أنا بدي بس الفلوس. ولا يهمك يا عزمي، زي ما بدك. وهي بوسة. إيه، اهلا جمانة، تفضلي. اهلا فيك يا ابو عزت. ان شاء الله فكرتي منيح. طبعا فكرت، وفكرت كتير كمان، بس ما لقيت فايدة. من اي ناحية؟ لا تعمل حالك مش عارف. انا كنت متأكد انك انسانة فهمانة وعاقلة بتقدري المواقف. انا بس كنت حابة اعرف مين اللي بده يشتري البيت، بلكي بساوم بيعطينا مبلغ اكبر شوي. هذا شغلي أنا، هذا اختصاصي أنا، أنا الببيع وأنا اللي بشتري. أنا كل غرضي إني أعقد صفقة مرتبة لكل أهل الحي، يعني لما صاحبك يعرف إنه الناس اللي بدها تطلع بالجملة رح يزيد المبلغ، والصفقة بالملايين واللي إحنا طالبينه ملايين. قلت لك هذا من اختصاصي أنا لوحدي وبس. ماشي، أنا كنت حابة أحكي معك بس هيك انت رح تضطرني احكي معارف السمسار. بتحب اقول له اشياء بالمقروح؟
مين؟ عارف السمسار؟ منين بتعرفي هذا عارف؟ اللي بيسأل ما بتوه. على كل إن أنت والسمسار مجرد صورة، أما الأصل أنا اللي رح أوصل له. وأحلى هدية لهنؤتي حياتي، أحلى موبايل. هنؤتك؟ مش مصدقة. حتى هيك أنا مقصر معي. طب وال الشحن؟ احكي قد ما بدك، كله علي. هلأ بس تأكد قديش بتحبني. يعني هاي بدها دليل. بس بس شو برهان؟ يعني لأمتى بدنا نضل ممنوعين ندخل محاضرة عابد؟ ولا يهمك حبيبي، اللي بدك يا راح يصير. تعرفي انت بس اللي فهمتني صح. سالم شو في يا ستي؟ ما في اشي، سلامتك يا ستي. انت من امتى بتخبي علي؟ انت ليه مو مصدقتني يا ستي؟ انا اللي مربيتك، ولو طرفت عينك بعرف انه في اشي. انت لسه زعلان من اخوك؟ لا لا لا، الموضوع ما له اي علاقة في البيت. يبقى أنا كبرت وعجزت وما عدتش أعرف اللي بقلبك. لا لا سلامتك يا ستي. طيب الموضوع له علاقة في جمانة. جمانة؟ أيوة بالضبط، أنتوا المقصودين بالعملية، ولسه ياما رح تقروا وتسمعوا عن فضايحكم. اسمعي، مهما حكيتي ما رح تستفيدي، وأنا بنصحك ما تحاولي توقفي بطريقي. أفهم من هيك إنك بتهددني؟ من حقي أدافع عن نفسي بالطريقة المناسبة، ومن حقي أدافع عن وجودي وبالطريقة اللي بتناسبني كمان، وما ظنيت إنه في حد رح يقدر يمنعني. اسمعي، اعمل اللي بدك إياه، بس إذا الموضوع بيوصل لسمعتي ما تلومي إلا نفسك. شوف يا سيد عارف، أنت مجرد حلقة في سلسلة طويلة عريضة، يعني مجرد واسطة مش أكتر ولا أقل. أنا اللي بيهمني السلسلة ورح أوصلها وبسهولة كتير كمان. أنت شو بدك يا بالضبط؟ بدي توصل لجماعتك كلمتين وردغطاهم يحلوا عنا ويكفوا بلاهم عنا، لأنه بالنهاية ما رح يلوموا إلا حالهم. بنت جدعة صحيح، واللي مثلها بنحط على الراس. بس أنا خايف عمي يعرف إنه أنا اللي فتحت لها الباب. خلي بابك مفتوح دايماً للمظلوم يا ستي، لا تسكره في وجهه أبداً حتى لو ضد مصلحتك. أنت مع مين يا ستي؟ أنا معها، وأنت لو ما بتعزها ما بيهمك أمرها. أنا يا ستي احميها وخليك جنبها بدل ما تلومها وتوقف في طريقها، وإذا عندك حل قدم لها إياه. أنت عارفة شو نتيجة هالحكي يا ستي؟ عارفة يا ستي عارفة، بس ما حدا بيعرف إنه هالبنت بتذكرني بالمبروكة. أول ما شفتها شفت حالي فيها، رجعتني 50 سنة لورا. بس اوعى يا ستي، اوعى تكون ضيفاني. ضيمين يا ستي. ماما غداك جاهز، قوم يا ستي قوم اتغدى وروح على شغلك بعدين بنحكي. اوكي هلا بابا. بدك اشي؟ سلامتك يا عبد. يلا يلا. انا من رايي نعلن خطوبتنا فورا بمجرد وصول سيف من السفر. يعني انا بفضل انه نستنى شوي، ولا انت ناسي انه انا ما تعرفت عن نجوى؟ انا راح احكي مع نجوى ونجلة واوضح لهم الامر. يا
إذا بدك تحكي معاهم بفضل إنك تحكي معاهم بشكل عام وما تحدد الموضوع بشخصية معينة علشان أخذ موافقتهم على المبدأ. يا سلام، بدك ياني بعد هالعمر أخذ موافقة بناتي؟ مسعود، أنا كل اللي بيهمني إني أعيش في بيت هادي ومستقر، أظن هذا من حقي. أوكي راح أحاول. خلينا نمشي هلا عشان بلاش نتأخر على شغلي. تفضلي. مبين عبد ما رح يجي اليوم. انتو عن ايش عم تفوشوش؟ انت مالك؟ لا ماشي. خذيني معك. عمالك سلامتك. صار لك شيء؟ لا اسف استاذ عبد. شكرا. انتبهي وانت ماشي. شو وين الأستاذ عابد؟ رجعيها محلها، لا تمدي إيدك على إشي مو لإلك، يلا بسرعة. حاضر. بس أنا كنت جاي أبارك له. وليش ما باركتي له بالجامعة؟ ما لحقته بالجامعة عشان أبارك له. وما راح تباركي له هون كمان، لأنه اليوم أخذ إجازة وما راح يجي على المكتب. طيب، أوكي. باي. باي. وعرفنا يا معلم. مجنون. طبيعي خالص. يا زلمة شو أفرجيك؟ موضوع خاص، شو دخلك أنت؟ فرجينا. هيك كملت. لا تشوفني بالأول، بعدين بتحكي لي ورجينا صور. يا زلمه انت ليش دائما بتحسسني اني مش شايف؟ لانك دائما مش شايف. طب انا عيني هون، هاي راسي وهي رجلي وعيوني الثنتين. الظاهر ان انا غلطت لما فتحت الموضوع قدامكم. ابدا بابا، بس يعني بس ايش؟ انا راسي صار يوجعني، بدي اروح انام. شفتي؟ أختك مش عاجبها الوضع. بصراحة بابا أنت فاجأتنا بهذا الموضوع. وأنت شو رأيك؟ مش عارفة. مو عارفة ولا مش مقتنعة بالفكرة من أساسها؟ أنت بتقرر اللي بدك إياه، هاي حياتك وما حدا رح يقدر يمنعك. أيوة أنا اللي بقرر، بس بدي تساعديني في قراري. بصراحة أنا عمري ما تخيلت إنه إنسانة تدخل هذا البيت بعد ماما الله يرحمها. إذا أختك ما جاوبت، أنت جوابك واضح مش غريب عليك. بابا أنا ما رح أمنعك ومو من حقي إني أمنعك، بس يا ريت إذا صار هذا الموضوع إنه يكون بعيد عن هذا البيت، يا ريت. بتمنى إنك تدرس الموضوع أنت وأختك وتوصلوا لنتائج تريحنا.
زعلانة لأنه بابا بده يتجوز. أنا مستحيل أخلي وحدة تحل محل ماما. طب افرضي يعني عملها وتجوز من غير ما يحكي لنا. يتجوز هو حر، بس ما يجيبها على هذا البيت. مش قادرة أتخيل إنه وحدة تدخل هذا البيت وتشاركنا حياتنا مهما كانت صفتها. بس لا تنسي كمان إنه هذا بيته. حتى لو إذا بدها تعيش بهذا البيت أنا ما راح أقعد فيه ولا دقيقة واحدة. طيب شو الحل؟ شو بدنا نعمل هلا؟ ما تسأليني شو الحل لأني ما بعرف، ما بعرف. دائما بتخلط الأمور ببعضها وبتغلطي حالك. أنا ضد الظلم بجميع أشكاله، وبعمري ما حبيت الأذية لحدا. لعلمك لو القرار بإيدي كان ألغيت المشروع وما قبلت الضرر لأي إنسان مهما كان يكون.